نحن الاثنين نعلم بأن كل ما قلته صحيح. أتيت وأنت تعلم هذا، إذن فأنت تخاطر بكل شيء. الأمر يستحق. بالطبع الأمر يستحق، لكنني تحت سيطرة البيزنطيين. أنت أمير لواء الدولة السلجوقية التي يحتلها المغول. كلانا نمتلك الشغف لأن لا نرتبط بأحد، أليس كذلك صوفيا؟ بالطبع هذا صحيح، لكن هناك عائق أمام تحالفنا، أو عدة عوائق. مثلا قبيلة الكالي، أو الشيخ أديب علي. أيها اللصوص افتحوا الباب! لا داعي لأن ترسل المزيد. لا يزال هناك الكثير. هذا القدر كاف بالنسبة لي. حان وقت إغلاق الغطاء. صديق، ما الذي تفعله؟ افتح. صديق، انتهى طريقكم هنا، ستموتون جميعا أيها الأتراك القذرون. ماذا فعل لك السيد عثمان وبامسي لتفعل هذا؟ هيا افتح. أنتم الأتراك أغبياء جدا، سلم على السيد عثمان. أقسم بأنني سأدفنك وأنت حي، سأكل لحمك نيئا أيها الشيطان. مهما تحكمت قبيلة الكاي بسوغوت، فإنهم قبيلة بسيطة مرتبطة بي أنا. وبالنسبة لأديب علي، لا أعلم لماذا أخافكم إلى هذه الدرجة. هو أيضا تاجر بسيط يعمل في سوقي، فلما الخوف؟ يبدو بأنك تستخف بنا يا سيد علي شار. نعم، قبيلة الكاي قبيلة بسيطة، لكنهم أهم محاربي الأتراك ويظهرون أمامنا بشكل مستمر، بينما أديب علي هو نباح يحرض الأتراك ويجعلهم يحقدون علينا أكثر. التجارة عند الآخرين هي عبارة عن قناع. إن كنت تريد أن تعقد معنا تحالفا قويا كما تدعي، عليك أن تزيل هذين العائقين من بيننا. أنا بحاجة أديب علي والآخيين من أجل الاستثمارات والتجارة. قبيلة الكاي الآن مشغولون بجمع الذهب الذي سرقوه مني في الخان. سيد علي شار، إذن في هذه الحالة لماذا يأتي المغول؟